روح الوطن مفتوح عقله بعذبها الزمن اوه وتبوح ليش تبوح ليش تبوح فتحا شبابيك الندى فتحا طلت عجرود المدى طلت فتحا شبابيك الندى فتحا طلت عجرود المدى طلت ندهت ما رد الصدى رجع الصدى مجروح رجع الصدى يا حب يا اسم كتب جوا القلب حرفين تعب الزمان ما في رمش الجفن والعين اكتب وسطر يا قلب عن محنة الأيام جرح الألم ما هو ندم جرح الألم يا ورد يا عطر الزمن يا فتنة الأحلام غطي الحكاية والوطن غطي الحكاية والوطن غطي الحكاية والوطن غطي الحكاية والوطن الورد سليم تعالي هون. نعم يا ستي. ليش مش مسحة الغبرة؟ والله العظيم مسحتها يا ستي. وهي الغبرة شو؟ هالكاتبة مسحها مرة ثانية. بسرعة لو سمحتي لأنه عندنا ناس على الغداء، إمتى بدك تخلصي كل شغلك؟ لا تخافي يا ستي، بخلص بخلص. طب بس بس، تفضلي شوفي شغلك. حاضر يا ستي.
صابر شو بتسوي؟ بلا من هالسكارة وكوم اشتغل كلكم تكبل حلال. هالكد خايف للبيك؟ لم لسانك وروح اشتغل بلاش يضيعك. الحكي هذا ان احنا يا مختار احنا اللي قاعدين نشتغل من طلعت الشمس لغيبتها امشان هاللكمة. وين الحلال وين الحرام؟ اي احمد ربك انت ناسي ان هالدنيا مولعة حرب والناس لا لك يا شغل ولا لك يا اكل. بس مش كل الناس يا مختار، في ناس قاعدة هان بتشتغل وناس قاعدة بالعز والراحة. شو قصدك؟ قصدي مثل ما فهمته، بس لثبت هالحالة ما تتغير. وانت اللي بدك تغيرها؟ يا سيدي انا غيري مش مهم، بس لازم تتغير. انا خايف على راسك من لسانك. لا تخاف، ما بقطع الراس الا اللي ركبه. طيب بلاش كثرة حكي وروح اشتغل. شو في يا صابر؟ شو في يا مختار؟ غزالة قولي لا يلم لسانه بلاش يضيعه. اسمع كلام عمي المختار وروح اشتغل. عمي يا ريت عندك نص عقل اختك. معليش يا عمي اتحمله، اي ما هو مثل ابنك. عشانك انت يا غزالة انا ساكت عليه، وعشان المرحوم ابوه. يا عمي صابر صاير عصبي بعد موت ابوي الله يرحمه، عشان خاطري اتحمله. عشانك انت. يكثر خيرك. غزالة احكي معه قولي له يضب لسانه بلاش يضيعه وبلاش يظل يجيب سيرة المرحوم ابوه. حاضر يا عمي حاضر. يا بيك شو في يا عبود؟ يا بيك شو في؟ سيارة الميجر ابراهيم على الطريق. انت شفته؟ اي نعم. ما بدك تستقبل سيدنا؟ اسبوعني وانا بلحق. بامرك يا بيك بسرعة. يلا الله الله يا بيك. كيف ما انتبهت لها من قبل؟ هون في شباب كتير بمزارع إبراهيم بيك، إحنا لازم ياخد هدول جنود مشان نكسب حرب. إحنا بساعد إبراهيم بيك وإبراهيم بيك لازم بساعد إحنا.
اوكي جو اهيد. شو بدهم هذول؟ اسال البيك. خليك ساكت. ليش؟ كلام ثقيل عليك؟ ما هو لولا البيك كان ما شفناهم. لولا البيك كان انت واللي مثلك وغيرك وغيراتك في الجنديه هالكيت. يا مختار، بس مش كرم منا ولا حسن اخلاق، لانه لولانا كان ارضه بارت وما طلع فيها عرك اخضر واحد. خليك ساكت وروح من وجهي. وكلام الحق بزعل. خليك ساكت وبلاش يصير لك اشي مش طيب. شو بدي يصير لي يعني يا مختار؟ مثل اللي صار لابوي؟ وشو اللي جاب سيرة ابوك هالكيت؟ الله يرحمه. الله يرحمه. بس انا يا مختار عمره ما يهدى لي بال غير لما اعرف مين اللي كان سبب موته. Hello, Mr. Ibrahim. Welcome, Mr. Brown. أهلا وسهلا. How are you? Fine. تفضل. شرفت. يا ميجنا ويا ميجنا ويا ميجنا، يا بحر هد الموج فيك حبابنا، يا بحر هد موج فيك حبابنا. يا باي يا راشد. نعم يا معلمي. تعال جاي. نعم يا معلمي. بدك نارة ولا فنجان قهوة جديد؟ ما بدي ولا شيء. اقعد، بدي اتخرف انا وياك. استغفر الله. باكل لك. اقعد. حاضر، هيني قعدت. الرزق فيك يا راشد. الرزق من عند الله يا معلمي. شو قصدك؟ الشغل واقف وما في حركه، ومثل ما انت شايف بالنهار ما في غير انا وانت، وبالليل بيسهروا على كاسه شاي وسجل على الدفتر لما البيك يدفع لهم. هذا إذا دفع لهم. والمعنى يا معلمي؟ فهمني يا راشد، ليش راسك يابس؟ فاهمك يا معلمي، والله فاهمك من أول كلمة قلتها، بس أنا وين أروح؟ البلاد واسعة والرزق على الله. يا راشد لا توجع كلبي. بشتغل من غير أجرة لما يفرجها ربنا. ما في شغل خلص، والقهوة بدي بيعها أصلا. تبيعها؟ أيوة، ما في منها فايدة. شوف رزقك بمحل ثاني. هو في شغل بمحل ثاني يا معلمي؟ ما كل البلاد زي بعضها. دبر حالك. أدبر حالي كيف؟ أنا ما بيدي صنعة غير هالصنعة، ما بعرف أشتغل إلا بالقهوة. أنت حلاك ومعروف بين الناس، بتدبر حالك، بتشتغل وبتعيش، وأنا كار لحلاكة تركتها من زمان. ترجع له. البيك والمختار دايما بطلبوك. ضب هالطابق وشوف حالك.
ما هو لازم أشوف حالي. معلمي أنت لمين بدك تبيعها؟ ولا ليش بتسأل؟ يعني بلكي صاحبها الجديد شغلني عنده. للي بدفع أكثر. ممتاز أورانج، ممتاز. بردان ما في مثله بالعالم ميجر. ديليشس ميجر. الحرب مطولة لما تخلص؟ لا مدام، حرب مش مطول كتير. قواتنا عم بيحكك انتصارات كتير. هتلر بهرب أمام قواتنا. إحنا عم نسمع الحكي هذا من زمان بالراديو، بس الحرب لساتها ما خلصت ميجر. جبهات كتير في أوروبا، أفريقيا، بلاد عربية. So we need a time. المهم تخلص ميجر. حرب عشان يخلص إحنا بحاجة إلى متطوعين كتير، جنود، شباب. مستر إبراهيم، أنا شفت كتير شباب في مزارع، أنت لازم بيقدم متطوعين. ميجر براون، الفلاحين اللي عندي ما بستغني عنهم، هدول بحاربوا معكم من هون، بيشتغلوا بالأرض. إحنا بندفع لكم ضرائب وبنزودكم بالموان. مستر إبراهيم، أنت أناني. إحنا أصدقاء ميجر. Of course. والدك أنت صديق، أمك صديق إلنا. Your family أصدقاء. طبعاً Of course. مدام أيدا، I have something for you. من بابا؟ I think so. شكراً ميجر. You are most طعام لذيذ، لذيذ كتير. أم سليم طباخة ممتازة ما شاء الله. صحتين وهنا. Thank you. أنتوا عايشين مبسوطين كتير، عندكم كل شيء متوفر. بس خايفين ميجر. ليش بخاف مدام؟ إحنا موجودين هون. بصراحة أنا مفكرة أبعت ابني وحيد لبيروت عند جده. مدام هنا حرب، هناك كمان في حرب، كله حرب حرب. كل يا أخوي كل، نعمة كريم. النعمة عايش فيها المختار والبيك. وبعدين معك يا صابر، لا تظل تحكي على المختار. أهلين عمي، تفضل كل معنا. المختار إلى أكل خصوصي، ما بعجبه هاكلنا. لسانك طويل وكلامك زي السم، الأولاني بعتبرك مثل ابني. هذا لو كان لي ابن كان إلي معك كلام ثاني. طيب مدام تعتبرنا مثل أولادك، ما تأكل معنا مالحنا، كل معنا خبز وملح. تعال كل معنا يا عمي، سايك عليك النبي تأكل لكمة. تفضل. ناشفة مش هيك؟ معلش اشرب وراها مي بطريها. مختار
مالك يا ولد؟ مختار، المعلم حمدان طردني وبدي اشتغل معك. ليش طردك؟ قال بدي ابيع القهوة. ابيعها؟ لمين؟ قال اللي بدفع اكثر. كلامك كاسي كان مع المختار مثل الحجار. لا تخافي عليه، هذا مبلد مش كتير حساس يعني. اسمع يا صابر، لا تظل تسمع حكي، احنا مش كدة. بزالة، انا حاسس ان المختار مش بعيد عن اللي صار لابوي. اسمع يا اخوي، لا تتهور وتخليني اعيش طول عمري بالحسرة والندم. لا تخاف يا غزالة. كيف ما خاف يا صابر؟ اي ما ظل لي من العيلة غيرك انت وابن عمك ساري، وساري الله اعلم وين راضيها الكيت. طب يلا يلا يلا. دبرني يا مختار مشان الله. تظلش تنوح بوجهي مثل النسوان، لكني بعد صلاة العشاء في القهوة. بدك تشتريها؟ روح من وجهي هالكيت واصحى تقول لحدا ان حمدان بده يبيع القهوة، فاهم؟ فاهم. يلا امشي. والله ما انا فاهم اشي. شو اللي براسك يا حمدان؟ شكرا مستر ابراهيم على الضيافة. انت عزيز علينا ميجر، وانا اللي بشكرك على زيارتك الكريمة. احنا اصدقاء مستر ابراهيم. جود باي. جود باي ميجر. سي يو. مع السلامة. بوسة من جده، مشتاق لك كتير 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 وبيسلم عليك. الله يسلمك. تعال. نعم يا بيك. مين البنت اللي هناك؟ ما بعرف يا بيك. ما بتعرف؟ وكيله ما بتعرف مين بيشتغل بأرضي؟ طيب اسأل المختار. قر من وجهي، قر حرك. حاضر حاضر. اهلا وسهلا يا بيك، شرفت ونورت. كيف الشغل يا مختار؟ عال العال والكل بدعي لك. البنت اللي هناك مالها يا بيك؟ من امتى بتشتغل عندي؟ من زمان يا بيك. من زمان وانا ما بعرف؟ ما هو حضر جنابك تعرفش كل اللي بيشتغلوا عندك. ما شاء الله، الله منعم ومتفضل والخير كثير واللي بيشتغلوا كثار. شو اسمها؟ غزالة يا بيك. غزالة. اسمع يا مختار، الليلة بتمر علي على البيت، عايزك ضروري. حاضر يا بيك.
مختار البيك شو كان بده؟ مش شغلك. ليش لما كان يحكي معاك كان يطلع على غزالة؟ ما بكاش يطلع على غزالة. ولا على مين كان يطلع؟ قلت لك بكاش يطلع على غزالة. حل عني. طيب يا مختار. ليش سأل عنها؟ مساء الخير يا معلمي. بعدك هان؟ وين بدي أروح يا معلمي؟ بكيت أنام بالكهوة وهلكيت مالي محل أروح عليه. وين غيبت طول النهار؟ ولا محل يا معلمي. بكيت بطراف البلد. شيعت الخبر وجيت. أي خبر يا معلمي؟ ما قلت ولا كلمة. راشد، راشد، لمين قلت إني بدي أبيع الكهوة ها؟ للمختار بس. بعدين هو اللي جرجرني بالحكي. طب صب لحالك شاي واشرب. يعني مش زعلان مني يا معلمي؟ اشرب شاي وظلك ساكت. يلا. حاضر معلمي. فراج وين العزم؟ على الكهوة. والبيك طالبني الله يستر. ما هو دائما البيك طالبك ولا ليش خايف؟ المرة هذه غير. بهدلك بالمخترة بلا منها. كيف بلا منها؟ كيف بلا منها يا سعدة؟ ما هينا عايشين ومرتاحين من وراها. وجع راس. لنت مرتاح مع أهل البلد ولا مرتاح مع البيك؟ ما حدا جايب لي وجع الراس غير أهل البلد. البيك اليوم شاف صابر وغزالة وسألني عنهم من إمتى بيشتغلوا بالأرض. مهمي كل أهل البلد بيشتغلوا برضه. هذولا غير. أنت ناسية قصة أبوهن مع إبراهيم؟ الله يرحمه. البيك تبلى عليه وخلص منه وكل أهل البلد عارفين هالقصة. لا ما تبلى عليه. العسكر مسكوه وهو بسرك من مخازن البيك. محمود الصابر ما بسرك. وسكتي يا حرمة ولا تفكعي مرارتها. ما سألتني عن البرقية يا إبراهيم. برقية. شو فيها؟ بابا وعمي بيسلموا عليك. شو كمان؟ بدهم نبعت وحيد عندهم مشتاقين له. لا يا عايدة. ليش لا؟ هم قاعدين مرتاحين وتاركين هم الأرض والفلاحين فوق راسي وبدهم أبعت وحيد لعندهم؟ مش مرتاحين يا إبراهيم. أبوك مريض وحالته ما عم تتحسن وحاب يشوف وحيد. ابن الوحيد اللي ما عندي غيره كيف أبعته لعندهم؟ لا تلومني لأني ما خلفت غيره يا إبراهيم. هاي إرادة ربنا. لو بإيدي كان خلفت 10. مش قصدي يا عينة، مش قصدي، بس ما بقدرش على فراق وحيد. إذا مشتاقين له يجوا يشوفوا. أبوك مريض يا إبراهيم وما بتحمل السفر. الطريق مش أمان، ما بضمن سلامة الولد، وبيروت مش قريبة يا عايدة. منروح كنا منقضي كم من يوم هناك بشوفوا وحيد ومنطمن عليهم ومنرجع. وأملاكنا نتركها لمين؟ هي عبود والمختار. هدول بيشتغلوا عندي يستلموا أموالي؟ شو هالحكي بتحكيه يا عايدة؟ كلها كم من يوم يا إبراهيم. بتخرب الأمور كلها بالمدة هاي. إبراهيم أبوك حالته خطرة، لازم نشوفه. لو مريض كتير كان طلبونا كلنا أو إجوا لهون وما طلبوا الولد الصغير لحاله. إبراهيم لا تفكري بهالموضوع أبدا أبدا. أهلا وسهلا بالمختار. زمان ما شرفتني يا مختار. ليش بدك تبيع الكهوة؟
فوق جوا يا راشد. ما جاوبتنيش. بدي ابيع الكهوة والارض وهج من هالبلد. ما في شغل والناس ما معها مصاري. ولمين بدك تبيعها؟ للي بدفع. وكديش بدك حكها؟ 200 جنيه. اوف 200 جنيه؟ كثير. وينو اللي معه 200 جنيه؟ انت البيك. انا معيش والبيك بدفعش هالكد. انا بريت ذمتي وعندي مين اللي يدفع. وينو اللي معه 200 جنيه؟ عثمان الحامد صاحب مرج النوار. هو بعينه. عثمان الحامد بدفعش هالكد. بعدين انت مفكر ارضك بياره؟ بدفع. وكاعد بيشتري اراضي وين ملكي وبدفع. يا خوف كلبي انك قاعد بيشتري لناس غيره. شو قصدك؟ انت فاهم قصدي مليح. انو اللي بيقدر يدفع هيك مبالغ؟ الخواجه اسحاق وجماعته، فيش غيرهم. أنا بدي أبيع وانفذ بجلدي. ساري قريب من الديرة. ساري؟ بيقولوا إنه تصاوب والدورية مسكوه. هرب هو جماعته لما خلص الفشك معهم. مسكوه. ونو اللي قال لك هالحكي؟ الخبر شايع بالبلد كله. أنا بدي أبيع وارحل. خايف؟ وانت مش خايف؟ انا ليش اخاف يا مختار؟ ساري مسلح ومع رجال، وصابر الاخري بيسال ابوه كيف مات. واحنا شو بخصنا مختار؟ خلص خلص تجيب ليش سيرته. البيك بيحمي حاله، بس احنا مين بده يحمينا؟ هاي مختار. بأمرك سيدي. غزالة بنت مين؟ بنت محمود الصابر سيدي. مين هذا محمود الصابر؟ ما غيره سيدي. هذا اللي مسكوه بصره من المخازن ومات بالسجن. أيوة يا سيدي. حرامي أخذ جزاؤه ولا لا يا مختار؟ لا يا بك. ايوه سيدي مثل ما بدك. عبود امرك بك. اعملوا لنا قهوه. حاضر يا بك. اتركنا من محمود الصابر هلا. البنت هاي بدي اياها عندي. وين يا بيك؟ في البيت هون تشتغل محل ام سليم. هاي ام سليم كبرت وما عادت تنفع، بطلت تعرف تعمل اشي. ليش ساكت؟ يمكن اخوها ما يوافق يا بيك. وليش ما يوافق؟ كل اهل البلد بيتمنوا يدخلوا البيت الكبير. ايوه يا بيك، بس هذا عنيد مثل أبوه. هذا شغلك؟ ليش أنت مختار؟ ها؟ يا بيك هذا الولد صعب، راسه يابس. مختار أنا ما حدا برفض الطلب، وإذا ما وافق بلحق أبوه. Thank you.
هاي؟ سكر. لمين؟ إلك. إذا كان إلي كاتريون شوي. إيه لا تكون طماع. البيك قلعني. الظاهر ما بدي ياني اسمع شو عم يحكي هو المختار. الله يستر. يلا هاتيهم خلصيني. خاطرك. بكرة البنت بتكون في البيت. أعطيني مهلة يومين ثلاثة أقنع أخوها. مش أكتر. عالسلامة. في إشي يا بيك بدي أقول لك عليه. قول. حمدان وصلني خبر إنه بدي يبيع الكهوة والأرض. عال عال. أنا من زمان بدي أشتريها بس ما بدي أدايو. حمدان محسوب علينا. شوف إيش بده وبندفع له. طالب 200 جنيه. ول 200؟ ومين معه هيك مبلغ؟ يكثر الخير عليك يا بيك. أنا ما بدفع له هيك مبلغ وأرضه ما بتسوى. صاحب مرج النوار مستعد يدفع. عثمان بيك بده يمد مخالبه لعندي. أنا مش ممكن أسمح له. وهذا حمدان لازم يتأدب. شو بدك تعمل يا بيك؟ مش شغلك. مع السلامة. كيف يا غزالة؟ كيف أنسى؟ وهم قاعدين يقولوا عن أبوي حرامي. دم رح يضل دين في ركبتي. ما حدا بيقول عنا هيدا. اسمع يا صابر، أنا عارفة إنك سبع ونشمة وما بتخاف، بس يا أخوي أنت لحالك والليد ما بتلاطم مخرز. يا أخوي على الكليلة خاف علي أنا. إذا صار لك إشي شو بدي يصير فيه؟ كيف بدي أعيش لحالي؟ سريع غزال. كيف حالك يا غزالة؟ بخير يا ابن عمي. تفضل تفضل وقعد. كلكنا عليك. ما عطيتنا خبر انك بدك تغيب هالغيبة الطويلة. مش بايدي. حسيت انه العسكر عرفوا مطرحي. طلعت لك على الجبل اكثر من مرة بالزوادة. وهين رجعت بس بالمغارة الشركية. العسكر كانوا عند البيك. شفتهم. شفتهم؟ البارودة ما فيها فشك. ما معي ولا رصاصة. طيب يا ساري جماعتك ليش ما يعطوك فشك؟ آخ يا صابر، الحال مثل بعضها. والأفندية بيقولوا ما في سلاح. يا ساري الأيد لحالها ما بتزكف. صحيح صحيح يا بنت أمي، لكن شو بدنا نعمل؟ بيقولوا إنه الحرب قربت تخلص والإنكليز راح ينكلعوا. يسمع منك الكريم. ما البيك قال عن منهم. لا يا صابر، إذا هم انكلعوا البيك ما بيضل. يعني راح يضل خانكنا وبارك عصدورنا لما يرحلوا. هذا إذا رحلوا. ربك مع المظلوم وعلى الظالم. أنا هلكيت بدي أمشي. اطمنت عليكم. لسه بكير يا ساري. أقعد. يشهد الله اني حاب اقعد بس بهمش لازم امشي. صابر، اذا جيت عندي دير بالك حدا يكون لاحقك. انا كنت بدي اطلب منك باروده مثل اللي معك. ليش الباروده؟ انت دير بالك على الغزاله وبس، واللي براسك براسي. انا مش ناسي. البيك مش راح اتركه يرتاح. رح أكلك منام ليل نهار. اطمن. صابر، دير بالك على غزالة وندير بالك على حالك، ولا تخلي حدا ينتبه عليك. اللي بينكلوا اخبار للبيك كثار. لا تخافي، العمر واحد والرب واحد.
خاطرك يا بنت عمي. الله يحميك يا رب. الله معك. شو القصة يا فرج؟ من ساعة ما رجعت وانت مش على بعضك. اسكتي يا سعدة ولا تزيدي همي. يبعد الشر عنك، سلامة كلبك من الهم. إذا بده يسحب المخترة منك بلا منها. هي وقفت على المخترة، يأخذها ويحل عني. وشو القصة يا فرج؟ البيك بده غزالة تشتغل عنده في الدار. وشو فيها؟ ترتاح من الأرض وتعبها. ترتاح؟ وإذا أخوها ما وافق؟ في غيرها. البيك بده غزالة. البلد مليانة بنات. البيك بده غزالة، افهمي يا حرمة. هالناقص مش عارف منين اجتني هالمصيبة. وشو بدك تساوي؟ راسي بده ينفجر، بده يفقع، مش عارف شو اساوي. يا مين يدلني على طريق تخلصني من هالمصيبة. اذا صابر وافق بتضيع غزالة، وإذا ما وافق بيضيع هو وبجوز يضيعني معه. البيك ما عنده شفقة ولا رحمة، ولا بيعرف صغير ولا كبير. فرج، إذا صابر بوافق، أنت بتوافق؟ بتسكر القهوة يا ولد وبتنام. أنا مروح. حاضر مالي. حمدان ساري مش متوكاني، مفكر إني نسيتك يا نذل. ساري أنا بعرفك، أنا دخيلك، أنا ما عملت شيء. اللي مثلك ما بيقدر يعمل إشي. ساري انت عارف اني انا مالي ذنب اللي صار لعمك. ولا مين اللي له ذنب؟ ها دخيلك يا ساري، دخيلك، لا تقتلني. النذر اللي مثلك يا بيسوى رصاصة. شو اللي بدك اياه منه؟ ما انت عارف مين السبب باللي صار. اسمع يا حمدان، شو بدي منك؟ اطلب اللي بدك اياه بصير، بس انت اطلب. بدي فشك للبارودة. فشك؟ منين اجيبه؟ الانكليز اذا مسكوا سكينة مع الزلمة بيقدموه. بكرة بعد نص الليل بلكي بطرف البلد تحت الصخرة الكبيرة، ويا ويلك ان ما لقيتها. واذا لعبت بذيلك يا حمدان ما بطلع عليك النهار. اهلا وسهلا يا بيك، شرفنا يا بيك. كلب لا يا بيك. بدك تبيع الارض لعثمان يا خسيس؟ ما بدي ابيع يا بيك، ما بدي ابيع. يعني المختار بكذب؟ بقول لك يا بيك ما بدي ابيع. لما تفكر تبيع انا موجود. حاضر حاضر. وارضك ما بتساوي اكثر من 10 جنيهات، مفهوم؟
يعطيك العافية يا غزالة. الله يعافيك يا عمي. غزالة. أيوة يا مختار، في إشي؟ أيوة. لا تكون زعلان من أخوي صابر. لا لا يا غزالة، أنا مش زعلان من صابر، بس أنا بدي أحكي معك في موضوع ولازم صابر يوافق عليه. خير يا مختار؟ والله ما أنا عارف خير ولا شر. يا ساتر، شوفي يا مختار كولي. البيك. الله يخليك يا عمي، خليه يبعد عن أخوي صابر. لا، البيك ما بده صابر، البيك بده إياكي أنتي. أنا؟ لا ليش؟ بده تشتغلي عنده في البيت الكبير. يعني كلة بنات موجودين بالبلد؟ شو قلتي؟ اسمع يا مختار، أنا بشتغل هان بالأرض، بس بالبيت لا. قبل ما تجاوبي وتقولي لا، تشاوري مع أخوك صابر وشوفي شو بيقول. أنا الليلة بزوركم في الدار وبسمع الجواب. هذا جوابي وما عندي غيره يا مختار. لازم أسمع جواب صابر. هو ليش دايرين ورا أخوي صابر؟ ما بيكفي اللي صار له. معلش يا معلم، معلش. أنا يبهدلني ويهين كرامتي، يضربني بالكرباج بعد كل اللي عملته عشانه. معلش يا معلمي، يمكن البيك كان زعلان. زعلانين فليك، زعلانين فليك. بسيطة بسيطة يا إبراهيم بيك. اسمع يا راشد، أنا واصل مشوار صغير وبرجع. وين بدك تروح يا معلمي؟ ما تروح، ما بروح، برجع. اسمع يا راشد، ترى اوعك تقول لحدا عن اللي صار. انا خرس ما بحكي، اطرش ما بسمع يا معلمي. الكوي الله ببعث للي اقوى منه. أم سليم! نعم يا بيك. خذ القهوة. ليش هيك عملتيها؟ يا بيك مثل العادة، والله العظيم مثل العادة. حتى القهوة ما عدت تعرفي تعمليها. هلكيت بعمل غيرها. ما بدي غيرها، فوري من وجهي. روحي يا أم سليم، روحي. إبراهيم شو فيه؟ القهوة ما عليها حكي. هاي الحرمة ما عادت تعرف تعمل إشي. أنت في إشي مضايقك؟ أيوة. شو في احكي؟ الفلاحين والحالة اللي إحنا فيها، الحرب، يعني كل إشي، كل إشي مضايقني. إبراهيم، القصة مش قصة قهوة. أم سليم غلطت بإشي؟ هاي الحرمة ما بدي إياها، لازم نغيرها. غزالة، شو بدها منك المختار؟ قال كلمتين وراح. شو قال؟ قال بده يزورنا الليلة ويشوفك. يزورنا؟ ومن ايمتى المختار بيزورنا على البيت؟ اي هو هيك قال. وفي ايش بده يحكي معي؟ الليلة بزورنا وبتسمع منه. اسمع غزالة، احكي لي شو حكالك. سألني سؤال وجاوبت عليه. ما دام جاوبتي عليه، ليش بده يحكي معي؟ يمكن جوابي ما عجبه. المختار ما باخذ بكلام الحريم، بده كلام من رجال. كلام من رجال؟ هلكيت بعرف شو بده. صابر، مش وقتها هلكيت. لا، وقتها ونص. مختار، انت شو بدك من غزالة؟ ها، هي شو قالت لك؟ ما قالت اشي. شو بدك منها؟ الليلة بزوركم في البيت وبنحكي على رواك. وليش مش هان؟ هان بنفعش. الحكي اللي بدي اقوله بدي أخذ عطاء. روح على شغلك، روح.
اشرب شاي على حساب المعلم حمدان. المعلم ساري قال عنا نذل والبيك بهدلة، عامل معلم علي أنا بس نذل نذل وما استرجع يحكي معه ولا كلمة. الكوي الله ببعت للي أقوى منه. اشرب شاي. يا ميجانا ويا ميجانا ويا ميجانا، زهر البنفسج يا ربيع بلادنا. ساري بالليل والبيك بالنهار والمعلم بس بتشاطر علي انا. اوف يا با. سلامتك يا غزالة. الله يسلمك يا رب. يسلم وليدك. غزالة سلامتك، مال ايدك؟ انجرحت يا اخوي. غزالة ارتاحي يا غزالة، بلاش تشتغلي. ثلاث غزلان مرت سلامة على المسكين وما رد سلام. روح يا سمر من تنغنيمة، هذول البيض حلوات العصام. نعم يا معلمي. تعال جاي. حاضر يا معلمي. مساء الخير يا معلمي. كلبي كان حاسس انك جاي، هالكيت جهزت لك نفس عجمي اصلي. ولا ليش طافي اللوكس؟ بدي اوفر كاس يا معلمي. يضي وهات لي كاسه شاي وتعال. يلا. حاضر يا معلمي. ليهم يبلشوا بعض.
ويبعدوا عني. تفضل يا معلم. مخمرة على كيفك. شوف بشوفك مبسوط كاد بتغني. والله يا معلمي غنيت لما انبح صوتي. ها منو اللي اجب غيبت على القهوة؟ ولا حدا يا معلمي، طول الليل وانا قاعد لحالي. لحالك؟ خبري فيك ما بتغني لك قدام الناس. بصراحة يا معلمي لما شفت ساري انطلق لساني. ساري؟ هيا اقلع من وجهي. هيا اقلع. طيب لا تزعل مني يا معلمي. هيا اقلع بقول لك.